الأخ أبو عبد الله بيسأل على مسألة الآية الكريمة اللي هي قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني تفسير هذه الآية دكتور إزاي نفهمها؟ يعني أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. طبعا هو هنا الآية أخواننا بتتكلم على الناس الذين هم في بلاد الكفر. بلد الكفر مش بلد الإسلام. البلد التي يضيق فيها عليك في ألا تقيم شعائرك، ألا تكون وتبقى في فتنتك في الدين، يا إيمان يا كفر. طب الأولى إيه؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فإذا الهجرة، وده اللي عمل النبي عليه الصلاة والسلام. فين؟ من مكة للمدينة، والهجرة للحبشة. هاجر صح وقال لهم اذهبوا فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. اللي كان المقابل اللي قعد في مكة بلدهم، المقابل إيه؟ الفتنة في الدين. يا زي سيدنا عمر يتسب النبي صلى الله عليه وسلم يا زرتك، قالوا يعاد وعد إلا من أكل وقلبه مطمئن بالإيمان. فالآية تتكلم عن أحكام، عن حالات معينة، إنما الحديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. خلاص مبقاش في هجرة من مكة للمدينة، انتهت. إنما اللي ظروفه تحتاج إن هو يفتن في دينه، خلاص يهاجر. يهاجر يعني إيه؟ يعني يترك المكان إلى مكان أفضل. طب إذا ده بلدي وأنا سأتحمل وأقدر إن أنا أحافظ على ديني وثوابتي، خلاص لا شيء. إنما أنا أبقى في مكان سواء بتنتي في الدين، لا، هذا ليس هو المطلوب. هذا هو المعنى الذي تريد الشيخ حازم، إن الناس تبحث عن بدائل عند التضييق. وإلا طيب، ما هو الشيخ حازم نفسه ما هاجرش من مصر لا أيام مبارك ولا يعني قبل الانقلاب، وكان الناس شايفة إن في انقلاب. لماذا نهاجر؟ مش معناه كل تضييق لا حل إلا الهجرة. الهجرة ده قرار بشري إنساني أنت بتقرره، وإلا بتهاجر عشان أكل العيش. أبدأ حكمه إيه؟ عاد جاء ساب بلده مش الله يعينه، إنما ما فررتش من الجهاد زي الناس اللي في فلسطين. الفلسطين يعملوا يهاجروا سواء إسرائيل، هو ده الإيمان؟ لا طبعا. وبعض المشايخ فيهم ده غلط وقال بيه رحمه الله، يعني الشيخ اللي قال الكلام ده. إخواننا النصوص لابد تجمع مع بعضها بعضا، ما خدهاش من سياق لوحده.